في حد كنتوا بتتنافسوا معاه وبعدين أصبحتوا أصحاب بعد كده؟ أنا يمكن أنا عندي موقف هو طريف، يمكن كابتن محمد بركات ده أوكي يعني حبيبي، ويمكن كنت بقى من كتر ما أنا بركات كان بيلعب في الإسماعيلي وكان بيسجل أهداف كتير جدا في النادي الأهلي، فكان الموضوع معصبني لأن أهلاوي وبحب النادي الأهلي. يمكن بركات أول ما جه النادي الأهلي تعاقد معاه في النادي الأهلي، دخلت كان هو في الجيم وأنا كنت مصاب مش عايز أسلم عليه والله يعني لا يعني سلمت عليه إزيك إيه أخبارك وخلاص خلص الموضوع. بركات بقى من أكتر وأقرب الناس ليا في فعلا في الـ في في كرة في الكرة سواء واحنا بنلعب وبعد ما بطلنا. الفكرة كلها إن احنا ما نحكمش على الناس أو ما نبقاش هو بناخد موقف بالظبط ده اللي احنا بنتكلم عليه، ما ناخدش موقف من حد عشان الكوره، بس هي دي النقطه كلها انه شخصيه جميله جدا 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 من انظف الشخصيات اللي انا اتعاملت معاها في حياتي صح. هو محمد بركات.